وبقيت نهار حلو لإلك. أما نحن مكملين بباقي فقرات صباحنا غير اليوم، ووصلنا لفقرة بتهم كل الأمهات والأهالي، وخلينا نشوف اليوم الطفل يلي بيتلعثم أو شو بنقوله بالعامية بيتأتي، شو اليوم مشكلته وكيف نحن قادرين إنه نتعامل معه. أكيد رشا، لما بنحكي عن هي المشكلة كثير من الأمهات يمكن بيعانوا مع أطفالهم من هي المشكلة، بيحاولوا يمكن أوقات يلاقوا طريقة، وبيكون في نوع من القلق، هل رح يستمر تستمر هي المشكلة لحتى يصيروا بعمر كبير؟ وهون يمكن بيفكروا بمشكلة كثير كبيرة، إنه ممكن تعمل حالة انطواء، حالة خجل للشخص إنه ما قادر يتكلم بحريته. رح نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل، كيف فينا نكتشف هي المشكلة، شو هي مراحل العلاج. رح نحكيها طبعا بالتفصيل مع الأستاذ أحمد يوسف الأختصاصي في تقويم الكلام والنطق. يسعد صباحك أستاذ. صباح النور، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. يسعد صباحك. عم نحكي اليوم عن مشكلة كمان هي شائعة وفي كثير من الأطفال بيعانوا منها، وحتى في بمراحل عمرية متقدمة. اليوم إذا حبينا نشخص الفكرة أو نعرف التلعثم طبيا، التلعثم هو أو التأتأة بنسميها، أو في مراجع بتسميها اللجلجة. هلا هو اضطراب بالطلاقة، والطلاقة هي انه الانسان يكون قادر يحكي بطريقة سلسة، يعبر عن افكاره من دون اي مشاكل بكلامه، يكون في هيك سلاسة بالكلام او سيولة كلام من دون اي تقطعات او تكسرات او اطالات. فالتأتأة هي بتكون اضطراب بالطلاقة الكلامية على شكل تكرار لكلمات معينة او لاحرف معينة، وخاصة بداية الكلام اطالات صامتة مثل او اطالات صوتية مثل بحرف معين مثل مثلا. بتكون احيانا احتباسات او توقفات اثناء الكلام، بتوقف الطفل او الشخص اللي عم يتأتأ ما هو قادر ينتج الحرف او ينتج الكلمه، علما انه هو بيعرف شو بده يقولها بس ما بيقدر ابدا انه ينتجها. بصير في عنده احتباس بجهازه الصوتي او النطقي، او ممكن تكون على شكل انه حشوات كلاميه مثل مثلا شايف كيف، شايف كيف، بدي كذا، كل ما حكى كلمتين حكى كلمتين بيضيف كلمة هي بتكون عنده لازمة، هاي اسمها حشو كلامي. فالتأتأة هي أي شيء بيأثر على سلاسة الكلام، سهولة إنتاجه والتعبير عن الأفكار والمشاعر بطريقة كتير سلسة وسهلة. بأي عمر أستاذ أحمد ممكن نحن نشوف أو نقول إنه الطفل بيعاني من التلعثم؟ ممكن ببداية النطق يحتار طفل كيف ممكن يعبر عن أي فكرة بداخله أو بمخه، فبيضطر إنه يحكي على كتير من مهله. أنت بنقول هون لا، في تلعثم وفي يمكن تأتأة بالكلام. هلا نحن مهم نعرف انه اللغه بشكل عام فيها خمس مكونات، المكون الاخير والاساسي هو اسمه البراغماتيك او استخدام اللغه بالمواقف الاجتماعيه. انا كيف وظف هاللغه لحتى اتواصل مع الاخرين بطريقه وظيفيه. هلا بمجرد تكون عند الطفل هذا المخزون اللغوي وبلش ينتج جمل وكلمات، هون بصير الطفل بصير ممكن يصير عنده اضطرابات بالطلاقه الكلاميه لعوامل معينه. بس نحن بعمر السنتين ونص لثلاث سنين او لعمر الاربع سنين تقريبا، في عندنا مرحله كثير الاهل بنغشوا فيها، اللي هي مرحله عدم طلاقه بس بتكون نمائيه، يعني طبيعه الطفل يمر فيها مثل مرحله الحبو، مثل مرحله المشي، يعني هي طبيعي يمر فيها عدم طلاقه طبيعيه، بس بشرط انه يكون التكرار لكلمه مو لحرف. يعني الطفل بيقول بدي 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 اكل، مو بدي اكل، تمام؟ يعني التكرار بيكون لكلمه، وتصير بين عمر السنتين للاربع سنين. هاي تطوريه وهي ما بدها تدخل علاجي، وبتصيب حوالي 70% من الاولاد، وكثير منهم بيخلصوا منها برياحهم، يعني بدون اي تدخل علاجي. بعد فترة إذا استمر أو رجعت زهرة التأتأة أو بلشت التأتأة بعمر الخمس سنوات للسبع سنوات تقريبا، هاي بنسميها تأتأة ابتدائية. هون الطفل بيصير لا شعوريا يتأتأ، يكرر كلمة، يكرر حرف، خاصة ببداية الكلام، خاصة الأحرف اللي بدها حبسة وانفجارية. مثلا بدل ما يقلك مرحبا بيقلك مرحبا مثلا. أكثر شيء كلمة أنا اي حرف ببدايه الكلمه بده احتكاك ناطقين او بده حبسه وانتاج، ممكن يصير في تأتأة اذا كانت ابتدائيه، يعني بهالعمر، يعني اول دخول الطفل على المدرسه. وغالبا بهذا العمر بيكون الطفل مكون لغه، يعني بيكون عنده لغه وقادر يعبر فيها. تتطور لبعدين تستمر بصير في عنا تأتأة متوسطه، وهون الطفل فعليا بصير يوعى انه هو عنده مشكله. بالابتدائيه ما كثير بيوعى الطفل لانه بتكون الموضوع لا شعوري. بالمتوسطه اللي هي من عمر 7 سنين ل 12 13 سنه قبل المراهقه بشوي، بيكون الطفل بالفعل حاسس انه انا صار عندي مشكله، بحس بالاختلاف. يمكن استاذ احمد عن باقي رفقاته، بحس بالاختلاف عن رفقاته، مثل الطفل اللي بيكون عنده صحه زائده بيقارن حاله برفقاته، بيدوج منه مثل اللي الى اخره. كمان الطفل بحس اني انا ليش عم بحكي هيك واصدقائي واقراني ما عندهم هاي المشكله. هون ببلش عن جد الموضوع يعطي اثره النفسي والاجتماعي،
الطفل بيصير شوي ينسحب من الحكي، ما بيحب يقرا قدام الطلاب بالصف، ما بيخجل. اذا استمرت معه هون بنكون بالمرحله الاصعب اللي هي المتقدمه او المتطوره جدا، هي بتكون من بدايه مرحله المراهقه لبعدين، وبيكون هون وقتها انه خلص الطفل وعي انه هو عنده مشكله، بس صار تطور عنده شيء له علاقه بحركاته الجسديه. يعني الطفل اذا كان تأطئة نظاميه بده يكون عنده اعراض رئيسيه اللي هي حكيناها، التكرار والاطاله والاحتباسات، وبده يكون كمان في عنده شيء بالجسدي، يعني هو عم يحكي بصير يرمش بعينه، بصير يشد على شفته او ترتعش شفته، منهم بيهز راسه، منهم بيعمل هيك، بصير في عنده تشنج بكل من الكتف لعند الرقبه، منهم بصير يضرب على ايده لحتى يحاول ينتج الكلمه لحتى يخفف من المشكله اللي حاسس فيها بكلامه. فهي هون الاصعب طبعا، هون مرحله اذا كان مع بدايه المراهقه وهي متطوره من مراحل سابقه هون اصعب. وهون طيب اليوم شو تفسير علميا انه ظهورها بمرحله المراهقه؟ هلا الطفل انه اوكي بنعرف طفل عم يتدلع، طفل بعد شوي زبط كلامه، احيانا نحن اذا عصبنا بدك تصرخ بصير التأتي مو بايدك، يعني تمام تفسير فراغ. هاي الموضوع كلنا اثناء مواقف الضغط والتوتر بيكون في عندنا ضعف طلاقه. طيب. اذا عم يحكي معك مديرك ووجه لك ملاحظه بتحسي حالك يعني انه لحالك مع طلع الحكي، بس نحن بالتأتأة عم نحكي شيء مختلف. تمام. فهي النقطة أستاذ، إنه نحن اليوم بعمر الطفولة أوكي نحن قدرانين نتفهم وضع هذا الطفل، بس ولكن المراهق اليوم وقت اللي بتظهر هاي الأعراض عنده بشكل مفاجئ علميا، يعني شو بيكون السبب؟ هلأ تفسير التأتأة بشكل عام هو في أكثر من وجهة نظر، منها وجهة النظر النفسي، التحليل النفسي وإلى آخره، بس كل المدارس اللي فسرت التأتأة أكدت على أنه هي بتظهر بشكل كتير جلي وواضح أثناء مواقف التوتر والضغط. هلأ أنه تظهر بشكل فجائي هيك فجأة بالمراهقة ما بتظهر، هي أما طبعا هاي بده دراسة حالة فردية، أنا بدرس بدي أشوف تاريخ التطور للطفل إذا كان عنده تاريخ سابق بمرحلة الطفولة، أما ظهور المفاجئ بمرحلة المراهقة وارتباطها بمواقف معينة، هون صرنا عم نحكي عن عدم طلاقة اجتماعية أو عن طلاقة إلى علاقة مرتبطة بمواقف معينة، مثل الطالب اللي مثلا بده مطلوب منه مثلا يسمع بالصف قدام الصف أو يلقي كلمة، مثل حدا طالع بمقابلة على التلفزيون، مثل حدا عم يحكيه مثلا ثلاثة أو أربعة من المدراء بالشغل. هون نفسيا صارت القصة، صارت هون مرتبطة بمواقف معينة، هون اجتماعية نفسية أكثر ما هي طلاقة العلاقة بالتصويت وبالنواطق وبطبيعة التنفس وبحركة اللسان إلى آخره. هون نحن بحاجة كثير للدعم النفسي، إضافة إلى أنه نحن نعطيه التكنيكات اللي بيقدر من خلالها يسيطر على نفسه، لأنه نحن الطفل متوتر بس الشيء اللي عم يظهر لنا هو تأتأة هو او عدم طلاقه، يعني هذا الشيء الظاهر. انا بشتغل مع العرض، بشتغل مع الاصل بالدعم النفسي او مع السبب بالدعم النفسي والاجتماعي، ومع العرض بشتغل بعطيه تكنيكات يقدر يسيطر فيها على تنفسه، كيف يتنفس تنفس بطني عميق. هون عم نحكي علاج. ايه تمام، اذا عم نحكي نحن عن تأتأة مرتبطه استاذ بمواقف. احمد يعني قبل ما نحكي برحله العلاج اللي بتطول وبتقصر حسب يمكن الحاله، خلينا نحكي يمكن عن موضوع كثير مهم، انه الطفل لما بيتعرض لعنف منزلي قد ايه هذا الشيء يمكن نحن شايفين بنماذج من الوسط اللي حوالينا. تمام. لما طفل بيتعرض لكم من العنف بصير عنده حاله تأتأة، وممكن تكون تأتأة مفرطه وتستمر معه. تمام. احد النماذج استاذ احمد، زال الشخص اللي بيمارس العنف على هذا الطفل فهو رجع له نطقه بشكل تلقائي. تمام. فاليوم احد الاسباب هي العنف، خلينا نركز شوي على هي الاسباب الاجتماعيه او التربيه المنزليه. تمام. اللي ممكن احنا ما ننتبه لها لكن هي بتكون مسبب رئيسي. طيب نحن كمان لما عم نحكي عن ظروف نفسية أو اجتماعية أدت لعدم الطلاقة أو لأعراض التأتأة، فنحن عم نحكي عن مواقف، وهي المواقف إحدى مناهج علاج التأتأة أني أنا بعدل هذا الموقف، بعدل الموقف اللي عم يكون فيه الطفل عم يتعرض نفترض لإساءات أو لعنف أو لضغط أو لتوتر أو لمطالبات أكبر من قدراته، مثل مثلا الأهل اللي بيضغطوا كثير على ابنهم أنه أنت لازم بالبكالوريا تجيب طب أو هندسة، أو أنك أنت تجيب مثلا مجموع معين لحتى أنا، هو بيوصل لمرحلة أنه على كثر ما بيحس حاله مضغوط بيلاقي نفسه غير قادر لأنه عبر عن نفسه بطريقة صحيحة، لا يعبر عن رغباته، لا يقدر يبوح بطريقة سليمة للأشخاص الآخرين. الصدمات ممكن تعمل كمان لحتى أخبرك شغلة، أنه صدمة أو حالة نفسية تكون هي السبب التأتأة حتما لا، التأتأة هي عرض أو هي اضطراب له علاقة بآلية عمل التنفس والتصويت مع بعضهم البعض، ولكن لأنه التصويت
جهاز التصويت اللي هن الرئتين والحنجره والتنفس عفوا والرئتين والحنجره والنواطق هن من اعضاء الجسم، فلما الجسم بيتشنج هن بيتشنجوا معه، والجسم دائما لما بيقلق بصير يفرز اشارات القلق اللي هي تسارع ضربات القلب، احمرار الوجه، عرق، تعرق، احتباس الهواء تحت الحنجره او الضغط تحت الحنجري. فهون العرض اللي بيظهر لنا هو تأتأة، اما الجسم هو بيكون كله مستنفر، يعني بيكون الجسم عم يحاول يدافع عن نفسه، اذا كانت الفكره نفسيه ولا اجتماعيه ولا لها علاقه بمواجهه الاخرين ولا لها علاقه بمواجهه ند او انسان بيسبب لنا مشاكل. فالصوت واللسان والنواطق هن جزء من هذا الجسم اللي عم يحاول يتأهب لحتى يواجه الاخرين، فطبيعي انه يتعرض لمشاكل بالتنسيق. احدى النظريات اللي بتفسر التأتأة بتحكي على انه قد يكون سبب التأتأة هو عدم قدرة الشخص على انه يسيطر على العملية اللي لها علاقة بالهواء اللي بيطلع من الرئتين على الحنجرة ويعبر بالنواطق. هاي العملية لما بيصير فيها عدم تنسيق بيصير فيها عدم طلاقة. طيب يعني احنا بنسمع شغلة كثير قديمة، فاليوم من حضرتك انه لا هي شائعة، يعني بيقولوا انه هذا الطفل اكل رعبة هو صغير، تمام. فوصلت معه انه هو اليوم ما عم يقدر، عنده تأتأة كثير قوية، اليوم حضرتك عم تقلنا لا هذا الحديث هي بتكون سبب مؤثر ومهيج وسبب انه بتخلي استمرارية العملية تكون ولكن هي كاضطراب هو اضطراب نطقي او هو اضطراب عفوا كلامي، هو اضطراب كلامي له علاقة بعمل اجهزة التنفس والتصويت والنواطق مع بعضها البعض ومزامنة العمل مع بعضها البعض. بس المواقف اللي احنا الرعبة او العنف او الى اخره هي مواقف مهيجة ومؤثرة وبتخلي الوضع يستمر طالما هي مستمرة. طب كونه انه هو حيستمر بمراحل الطفولة وقلنا في مرحلة بالمراهقة ممكن يظهر، خلينا نروح لخطة العلاج لو احنا كيف قادرين نمشي مع الطفل، وهل فرق العمر بتختلف خطة العلاج او طبعا ما؟ طبعا هلا علاج التأتأة بشكل عام بيروح بمنحين، منح حكينا عنه اللي هو بيركز على اني انا اعدل المواقف تبع التأتأة، لانه نحن خاصه المراهق لما بيوصل لمرحله المراهقه وعنده اعراض عدم طلاقه او تأتأة بيكون صار عنده وعي لموضوع المشكله اللي عنده، فاول شيء بيعمل بصير يتجنب المواقف اللي فيها ناس، مناسبات اجتماعيه، اعياد ميلاد، ما بيحب يطلع قدام الضيوف، ما بيحب يحكي قدام طلاب الصف، اضافه الى انه بصير حتى بيعرف هو الكلمات او الاحرف اللي بتشتد عنده التأتأة وبتنتبه، فهو بيصير يلف ويدور حواليها. مثل احد الاطفال مره بدي عم بساله عن صوره، عم حط له صوره تفاحه، عم احكي له احكي لي شو شايف بالصوره، اجى قال لي هذا شيء احمر بيتاكل. طيب شو اسمه؟ شيء هو طبعا هو عنده مشكله وعنده حساسيه من لصوت التاء، وهي غالبا اكثر الاصوات اللي بيتأتأ فيها الشخص، فلهي اسمها التأتأة لانه تأتأة. فبصير يلف ويدور حول الفكره من دون ما يعطيك اياها، ممكن يكتفي بانه يقول لك ايه او لا، ما يحب يفصل بالحديث. فهون التركيز بيكون على اني انا عالج الموقف اللي هو بخاف منه او الموقف اللي سبب له تأتأة او الاحرف اللي عنده فيها مشكله. هون بنحكي عن تقليل حساسيه، انا بحاول اني اقلل حساسيته تجاه المواقف الكلاميه او المواقف الاجتماعيه. الشيء العلاج الكلامي اللي اكثر انا بالنسبه لي اكثر اهميه مع اشخاص اللي عندهم تأتأة واللي بيعلمهم تكنيكات يقدروا يسيطروا على لحظات التأتأة عندهم وكيف يحكوا صح وكيف يكونوا قادرين عن جد يعبروا برياحه حتى لو متوترين، هنن علاج اسمه تشكيل الطلاقه. انا بصير اعلمهم اساسيات الطلاقه مثل ما انتم بتتعلموا اساسيات الالقاء، وانا كيف باخذ نفس وكيف بحكي وشو طول الجمله، كمان بتفيدهم كثير للاشخاص اللي عندهم تأتأة. بعلمهم التنفس البطني العميق، كيف ياخذوا هواء يحطوه ببطنهم، هنن عم يحكوا طلعوه شوي شوي، اول كلمه بتكون مع اول لحظه زفير، او علمهم شوي شوي ينتقلوا بالنواطق بدل ما مثلا ما يحكوا بندوره او بندورة يحكوها انادورا، انه بمعنى اني انا اخلي ملامسه النواطق لبعضها تكون خفيفه مشان خفف هذا التشنج. ممكن اني انا اعلمهم على تمارين التصويت انه اعطيهم ايطالي للحرف اللي بخافوا منه، مثلا مثل السين مثلا، هو بس يبدا الكلمه بحرف السين بيكون عنده تأتأة، بخليه انا يعطيها نفس طويل بشرط ما يكون بشرط ما يكون هو بتأتأة بحرف بيطيل حرف السين، ممكن يكرروا ايه، بس اذا كان عنده ايطالي بالسين انا بكون هون عم زيد المشكله. فهي العلاج بده يكون باكثر من ناحيه وباكثر من طريقه وحسب العرض الموجود، يعني اذا كان العرض تكرار غير الايطالي غير الاحتباس، واذا كان مترافق مع حركات جسديه انا بكون عندي اولويه. شو هي الاصعب؟
هلا الاصعب هي تكون العرض يعني الاساسي والثانوي بشكل شديد، التكرارات إضافة لأنه إذا كانت مترافقة مع أعراض جسدية كثير شديدة، في عندك أولاد ما مثلا أنا أحد الأولاد خبرته شو اسمك حكى لي خالد، بس حكاها بطريقة قلب عينه وراسه لليمين على الأخير تشنج لحتى في قال خالد، هلا هي احتباس بلوكس اسمه مترافق مع حالة جسدية كثير شديدة، فأنا كثير بدي أشتغل على إني أنا أخليه يرجع هو عم يحكي يحب حاله، بيشتغل معه حركات الجسدية كيف يخففها، بيشتغل معه الاسترخاء لأن الاسترخاء العضلي بيريح عضلات النطق مثل ما بيريح عضلات الجسم كله، بيخليه مرتاح هو عم يحكي، بيخليه غير انه متشنج، بنزح له انتباهه عن لحظات التأتأة اللي عنده. تمام استاذ احمد، يعني حكينا عن العلاج وقديش هو مهم انه احنا نبدا فيه يمكن لما بنعرف بالمشكله، لكن باشاره سريعه يمكن للتصرفات الخاطئه اللي ممكن احنا نتصرفها مع الطفل يلي بيعاني من التأتأة ممكن تزيد من الحاله بدون ما ننتبه لها. اول شيء وضع التأتأة تحت الضوء من قبل الاهل هي زياره المشكله، يعني انا بحكي كثير مع الاهالي اللي بيجوا لعندي او بتواصل معهم انه ما تحكي له وتقول له انه عيد اللي حكيته او ليش عم تحكي هيك، او يا احكي صح يا اسكت، هلا اغلب الاهالي بيحكوها انه يا احكي صح هي الفكره صح او غلط ما لازم نقولها، هاي خطا بالشكل المطلق، اول شيء انت عم توجهي له شيء تجاه شخصه مو تجاه كلامه، وطبعا نحن بنعرف انه تقدير الذات بتشكل من الطفوله طبعا، وبصير هو له عامل كثير كبير بانه الشخص يحب نفسه ويقدر يدير باله عليها ويقدر يعالجها ويقدر ينتبه لاي اشاره خاطئه منها. فاول شغله انه تبع سكوت او كذا ما ابدا، ثاني شغله بتصير التأتأة في نسوان او امهات بيقولوا له يعني ايش عم يحكي هيك وكذا، وبيحكوا احيانا معي بخبروني انا ما عاد فيني قادر اتحمل هذا الوضع بدي علاج. هو على مسمع الطفل كل على مسمع الطفل، والطفل بيكون بمرحله ما له كثير وعيان لانه هو عنده مشكله، فنحن بنصير نضوي له على المشكله وبنخليه يراقب حاله، والتأتأة بمجرد انت حطيتيها براسك او راقبتيها كثير زادت، لانه مراقبه الذات اصعب من مراقبه الاخرين، يعني انا اذا عم راقب ذاتي وعم شوف حالي عم بغلط، اذا بتحضري لنفسك لقاء بتطلعي 100 خطا ممكن الناس يشوفوه كثير حلو، يعني هيك التأتأة تماما انه اذا بيراقب ذاته وبيعرف حاله عم يخطئ وامه وجهت له او حطت ايده على الخطا بطريقه خاطئه، هون بيصير الطفل عنده مشكله تجاه نفسه او تجاه طريقه كلامه. من السلوكيات الخاطئه كثير كمان انه نحن اطلع احكي مثلا انا ابني عنده مشكله مشان اني انا خليه يتجاوزها، رح قوي له شخصيته رح خليه يطلع يحكي قدام العائله كلها، هون المصيبه اكثر. نحن بوقت عم نتطور فيه العلم كثير، صار في كثير مناهج علاجيه لاي اضطراب بالعالم ومنهم التأتأة، مو غلط ابدا اني انا راجع او استشير اخصائي طالما انا حاسس انه عند ابني مشكله، بيشتغل انا وياه بالبيت طبعا الاهل بمشاكل النطق واللغه، الاهل هن الطرف الاقوى بالتاثير على الطفل وبالعلاج، الاخصائي بيوضع خطه بتابع بجلسات علاجيه بتكون نموذجيه لحتى الاهل يقدروا يطبقوها بالبيت، فدور الاهل هو الدور الافضل والاقوى والاكثر تاثير على حياه الطفل، واعطاء الطفل ثقه بنفسه وتقبله باي طريقه هو موجود فيها او عم يتصرف فيها الا طبعا ضمن التربيه والرعايه، فانا كثير بزيد من ثقته بنفسه وبشتغل معه على علاج وعلى تاهيل اكثر ما اشتغل معه على لوم. دائما الاهل هن لهم التاثير الاكبر ان كان سلبي او ايجابي بحياه الطفل. بدنا نشكر حضورك لليوم وشكرا لكل المعلومات والنصائح اللي قدمتها. اهلا وسهلا استاذ، كل الشكر لك استاذ، واتمنى لك بقيه نهار حلو.